ميداليات المركز الاول واكيد بطوله كاس مصر اللي كانت غايبه عننا بقالها كتير فتره. طبعا معايا اكرم توفيق، طبعا مستقبل النادي الاهلي. اكرم، ببارك لك فوز كبير النهارده وفوز مهم، وبطوله كاس كانت مهمه جدا بالنسبه للجمهور. اكيد طبعا، الف مبروك لجماهير النادي الاهلي وللنادي الاهلي. الحمد لله عملنا ماتش كويس جدا النهارده، واثبتنا للناس كلها يعني دوري وكاس، وان شاء الله باذن الله مزيد من البطولات باذن الله ان شاء الله. كلمني طموحك بقى مع النادي الاهلي، حققنا بطوله الدوري السنه دي. يمكن انت ما شاركتش كتير، لكن كنت موجود مع الفريق في الاوقات اللي كان بيحتاجك فيها كابتن حسام البدري، وخدنا بطوله الكاس وان شاء الله في بطوله افريقيا. لكن انت طموحك بشكل عام مع الاهلي ايه وانت لسه صغير؟ لا طبعا، يعني اي واحد في لعيب في النادي الاهلي بيبقى عليه مسؤوليه كبيره، والحمد لله بفضل الله يعني انا قد المسؤوليه دي في اي وقت الكابتن حسام يحتاجني فيه، وانا عمري ما هقول له لا. راجل محترم جدا وبيعرف يتعامل مع اللعيبه، ويعني ببارك لجماهير النادي الاهلي النهارده، وان شاء الله باذن الله بطوله افريقيا ان شاء الله نحاول ان احنا نجيبها ان شاء الله، ونبذل اقصى جهدنا عشان خاطر ربنا يكرمنا باذن الله. خليني اقول لكم ان اكرم توفيق هو اللي قال لاحمد فتحي انه هيجيب جون، صح ولا لا؟ انا قلت له ايه بقى؟ اقول له بعد اذنك كده ثانيه واحده بقى، تعالى ثانيه واحده. مبروك يا كابتن. مبروك لنا كلنا طبعا. حبيبك ايه، فرحان؟ اكيد طبعا، انت هموت. الحمد لله بعد شر عليك حبيبك. مبروك يخليك حبيبي. قبل افريقيا ان شاء الله حبيبك. خليك لقطه يمكن جيده جدا من اكرم توفيق، يعني طبعا لقطه انسانيه رائعه جدا يا اكرم. وبرضو عايز اكمل في جزئيه ان انت قلت لاحمد فتحي انه هيجيب جول. طبعا، فالحمد لله يعني رحت قلت له انا حاسس ان انت هتجيب جول. يعني انا استغربت عامه، يعني لما الجون جه انا اتنططت من الفرحه، انا قلت هو اللي جاب الجون. بس الحمد لله.